أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان الكلام في حديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في بيان صفات الله سبحانه وتعالى وأن الصفات التي تطلق على الإنسان وعلى الله سبحانه وتعالى كالملك كالبصير كالسميع وما إلى ذلك هذه لا توجب شباهه ولا توجب شركه وذلك لأن المعنى مختلف نحن نقول إن الله عالم ونقول زيد عالم لكن العلم في الله سبحانه وتعالى يختلف عن العلم في المخلوقين فلذلك الاختلاف في العلم يعني الاختلاف في معنى الكلمه رفع الشبه ورفع الشرك فلا يوجب ذلك شباهه ولا شراكه وصلنا إلى هذا المقطع الإمام عليه الصلاة والسلام يبين الفرق في معاني بعض صفات الله سبحانه وتعالى عن نفس الصفات في المخلوقات. وفي بحث هذا اليوم نقرأ من هذا الحديث مقطعين مقطع يرتبط بالعلم وهي وفيه بيان فرق معنى العلم بين الله سبحانه وتعالى والخلق والمقطع الثاني حول السمع والبصر اما العلم فعلم الله سبحانه وتعالى يختلف بالذات عن علم المخلوقات لان علم الله من الصفات الذاتيه وصفات الذات هي عين ذات الله سبحانه وتعالى، يعني ذاته هي العلم، ذاته هي القدرة، لا أن العلم انضم إلى الذات فكانت صفة زائدة على الذات كعلمنا نحن، الإنسان يولد ولا علم له، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإنسان حينما يولد ليس له من العلم شيء صفر. ثم بعد ذلك يرى ويسمع وبالتدريج تكتمل قواه العقلية والجسمية ويبدأ بالتدريج بتحصيل العلم. اما الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، العلم عين ذاته لا فرق بين ذاته وبين العلم، لانه كما مر سابقا صفات الذات هي عين الذات، فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أربعة فروق بين علم الله وبين علم المخلوقات، وهذا يسبب اختلاف المعنى حينما تقول الله عالم هذا بمعنى وحينما تقول زيد عالم هذا بمعنى اخر، فاذا اختلف المعنى فلا يكون هناك شرك ولا يكون هناك شبح. الفرق الاول ان علم الله سبحانه وتعالى قديم، لان علمه عين ذاته، والله قديم فعلمه ايضا قديم، لان علمه عين ذاته. اما الانسان هو حادث وعلمه حادث والفرق بين العلم القديم والعلم الحادث في ان العلم الحادث لم يكن ثم كان اما العلم القديم ليس مسبوقا بالعدم الفرق الثاني ان الانسان المخلوق يحتاج لعلمه للاستعانه به على الامور المستقبليه أنت تعلم شيئا فتحاول أن تعمل على طبق علمك لتستعين به على أمورك. هسه إذا نريد نمثل مثال جدا بسيط، الموظف مثلا، الموظف يعلم بأنه في يوم غد يوجد دوام، ويعلم بأن عليه أن يكون في بداية الدوام في الدائرة. هذا علمه يسبب أن في يوم غد يستيقظ مبكرا ويهيئ نفسه ويذهب إلى الدائرة فاستعان بعلمه في الوصول إلى ما يريده فالإنسان يحتاج إلى علمه الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شيء كلا هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى العلم؟ كلا لأنه الاحتياج إنما يكون إذا كان هناك اثنينية، أنا شيء وعلمي شيء آخر، لذلك من اليوم الذي أنا ولدت وإلى الآن وإلى اليوم الأخير أنا أنا لا أتغير، ذاتي لا تتغير، ولكن يمكن العلم يتغير، الإنسان كان جاهلاً ثم يدرس يصبح عالماً ولعله في المستقبل ينسى كثير من علومه ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فالإنسان يحتاج إلى علمه، فهناك اثنينية بين الإنسان وبين العلم، لأن الحاجة تسبب الاثنينية بين المحتاج والمحتاج إليه، أما علم الله هو عين ذات الله، ليس هناك شيئان ذات الله شيء وعلمه شيء اخر بحيث انه يحتاج الى ذلك العلم وهذا يصير الاحتياج والله سبحانه وتعالى الغني المطلق غني عن كل شيء فلذلك لا يصح ان نقول ان الله يحتاج الى علمه لانه لا اثنينيه بين الله وبين علمه هو هو العلم هو عين ذات الله سبحانه وتعالى فاذا هذا الفرق الثاني بين علم الله وعلم المخلوقات، علم المخلوقات يغاير تلك المخلوقات، لم يكن ثم كان ولعله يزول، فصار اثنينيه، فهناك محتاج ومحتاج اليه، اما علم الله عين ذاته. الفرق الثالث ان المخلوقات كالانسان حينما يريد شيئا عليه ان يفكر ليستحضر علمه يعني شوف انت اذا تشوف شخص هو اعلم العلماء اعلم العلماء هذا العلم موجود في مخزون ذهنه ولكن يحتاج الى استحضار الان هو مثلا افرض في حاله اكل في حاله تكلم في الامور العاديه هذه المعلومات لا توجد أمام الصفحة توجد في المخزون فإذا سألته عن مسألة مثلا يستحضر ما في ذهنه ويجيبك على سؤالك أفرض الآن مثلا عندنا كمبيوتر في هارد الكمبيوتر توجد معلومات لكن هذه المعلومات لا توجد في الصفحة ولكن موجودة في المخزون يمكن بزر مثلا أو برمز او باي شيء اخر تستحضر تلك المعلومات من المخزون الى الصفحه. الانسان كذلك اعلم العلماء العلم موجود في مخزون ذهنه لكن يحتاج الى استحضار ولذلك بعض الاحيان انت تسال من واحد من العلماء مساله يفكر لحظه. عندما يفكر لحظه لماذا يفكر؟ لكي يستحضر المساله يعني ينقلها من المخزون الى الصفحه الاماميه في الذهن ثم يبين جواب المساله لك اما الله سبحانه وتعالى ليس كذلك ليس كالانسان بحيث انه يحتاج الى استحضار تلك المعلومات كلا لان العلم عين ذاته الفرق الرابع المخلوق قد ينسى قد يغفل كما ذكرنا الإنسان ينسى الآن كما يذكر علماء بظائف الأعضاء في الإنسان يقولون الإنسان الأشياء التي يراها أو يسمعها أو يحس بها بسائر الحواس خلال دقيقة واحدة ينسى أكثرها أنت الآن تطلع من البيت إلى السوق تذهب ترى أشياء كثيرة حينما ترى هاي الأشياء الكثيرة تعلم بها لكن خلال دقيقة تنساها. إذا واحد سألك: أنت عندما خرجت من البيت إلى أن وصلت مثلاً إلى المسجد، هذا ساعة استغرق وقتاً. خلال هذه الساعة التقطت عينك مئات الألوف من الصور، وسمعت أذنك أصوات كثيرة. تعال عدد لنا ماذا رأيت وماذا سمعت يمكن واحد بالمئة مما رأى ومما سمع لا يستحضره أصلا لأنه انمحت من الحافظة كاملا هذا طبيعة الإنسان الطالب يدرس ويجد في وقت الامتحان يجي سؤال يريد يستحضر المعلومة ما يقدر يستحضرها لأنه نسيها تارة تمحى من من صفحة الذهن بشكل نهائي فهذه يستحيل أن ترجع إلا إذا أجى علم جديد وبعض الأحيان يروح تروح الصورة في اللاوعي فيمكن للإنسان أن يستحضر تلك الصورة هذه يعبر عنها بالغفلة يعني أنت واحد شايفة قبل خمسين سنة قبل أربعين سنة ونسيتها كاملاً لكن بعد أربعين سنة خمسين سنة تراه بمجرد أن تراه تتذكر تتذكر شنو يعني هذا كان رايح في اللاشعور شعور بمجرد أن تراه تنتهي الغفلة هذا الفرق بين النسيان والغفلة إذا الإنسان قد ينسى قد يغفل ولكن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر مستحيل أن يتطرق في علمه بحيث أن علم يتحول إلى جهل أو علم يتحول إلى غفلة فإذا علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علم المخلوقات بهذه الأمور التي بيّنها الإمام عليه الصلاة والسلام طبعا الإمام يبين اللازم وإلا حقيقة علم الله سبحانه وتعالى هي مجهولة لدينا والإمام في هذا الحديث يشير إلى أنه المقدار الذي نحن يمكن أن نتعقله من علم الله سبحانه وتعالى هو أن الله ليس بجاهل، هذا المقدار ندركه، الله مو جاهل لكن ما هي حقيقة علمه؟ ما ندري، وما ذكر من الفروق هذه من لوازم تلك الحقيقة، فإذا علم الله سبحانه وتعالى اختلف عن علمنا اللفظ واحد لكن المعنى مختلف طبعا نحن نشير إلى نقطة أخرى هذه في علم أصول الفقه في لعله في باب المشتق يتطرق إلى بعض علماء الأصول وحاصل الكلام هو أنه حينما نقول الله عالم هذه الكلمة ليس فيها مجاز وحينما نقول زيد عالم هذه الكلمة ليس فيها مجاز ولا اشتراك لفظي حينما نقول المعنى مختلف لا نقصد ان هناك اشتراك لفظي بان هذه الكلمه وضعت مرتين، لا هذا لا نقصده، وانما الناس حينما يستعملون الالفاظ لهم اراده استعماليه ولهم اراده جديه، والاصل هو تطابق الاراده الجديه مع الاراده الاستعماليه، بيان ذلك بشكل مختصر الانسان الهازل الهازل اللي يريد ان يمزح يستعمل كلمه لماذا نقول ان هذا الانسان يهزل استعمل كلمه واراد معناها في الاراده الاستعماليه لكن في الاراده الجديه لا يريد ذلك المعنى لانه اذا كان بالاراده الجديه يريد ذاك المعنى هذا ما كان هزل الهزل معناه انه يريد بالاراده الاستعماليه استعمال اللفظ في المعنى ولكن بالاراده الجديه لا يريد ذلك المعنى. زين اذا هذا اتضح بشكل مختصر طبعا يحتاج الى توضيح اكثر لكن احنا نكتفي بهذا المقدار بالمقدار الذي نحتاجه في شرح كلام الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. حينما نحن نقول الله عالم، نقول زيد عالم، هنا ليس مجاز في إحدى الكلمتين، ولا اشتراك لفظي، لأن الإرادة الاستعمالية هي واحد، العلم الذي يستعمل في الإرادة الاستعمالية بمعنى واحد، الإرادة الجدية تختلف، والإمام يشير إلى هذا الأمر. لكن بهذه الالفاظ لم يبين لان هذه الالفاظ اصطلاحات علميه لتوضيح هذه الحقائق يعني توجد حقائق في القران وفي الروايات هذه الحقائق العلماء المتاخرون جاءوا ووضعوا لها اصطلاحات علميه لبيان وتوضيح تلك الحقائق وتفسيرها والله هو علم التفسير شنو هو مثلا علم التفسير هو ان تاتي وتوضح الكلمات القرآنية مثلا أو شرح أحاديث الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام بعبارات أخرى لتسهل الفهم وعادة الاصطلاحات تسهل الفهم. إذا المقصود أنه بالإرادة الجدية المعنى في علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن المعنى في علم الإنسان. أما في الإرادة الاستعمالية أنت تستعمل بنحو واحد. وليس بمعنيين في الإرادة الاستعمالية أما الإرادة الجدية لا تقصد معنيين منفصلين يمكن عوام الناس لا يلتفتون ولكن الخواص حينما يقرؤون القرآن ويقرؤون الروايات ومعرفتهم تزداد يلتفتون إلى هذه النقطة هذا بشكل مختصر حول القسم الأول من هذا الحديث من هذا المقطع من بحث هذا اليوم في الفرق بين معنى العلم في الله ومعنى العلم في المخلوقات. لذا الامام عليه الصلاه والسلام يقول: وانما سمي الله تعالى بالعلم. يعني وُصِف بالعلم. لكن وصفه بالعلم من حيث المعنى يختلف عن وصف الانسان بالعلم من حيث المعنى. باربعه فروق. الفرق الاول بغير علم حادث علم به الاشياء علم الله ليس بحادث علم الله قديم لان علم الله هو ذات الله سبحانه وتعالى اما علم المخلوق علم حادث وهذا هو الفرق الاول الفرق الثاني بغير علم حادث علم به الاشياء استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره يعني بغير علم، استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره هذا الفرق الثاني أنت. بالنسبة إلى علمك تحتاج إلى ذلك العلم لأمورك المستقبلية. والاحتياج فرق الاث... فرع الاثنينية والله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء، العلم هو عين ذاته. الفرق الثالث والرويه يعني بغير الرويه فيما يخلق من خلقه. ويفسد ما مضى مما افنى من خلقه، يعني الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يخلق ويميت ويحيي وما الى ذلك من افعال الله سبحانه. وتعالى في الاشياء الذي يريد ان يخلق ان يخلقها هل يفكر؟ يستحضر ذلك العلم ثم يستعمل ذلك العلم او الاشياء التي في الماضي افناها هل احتاجت الى تفكير لافنائها؟ كلا اما الانسان بالنسبه الى مستقبل اموره يحتاج الى تفكير كما انه في ماضي اموره كان مفكر عاده الفرق الرابع الامام يقول مما لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا ضعيفا الله ليس كذلك بحيث انه هذه المعلومات تزول عنا كلا أما الإنسان يمكن أن تزول تلك العلوم عنه لذا الإمام يقول كما أننا لو رأينا علماء الخلق إنما سموا بالعلم لماذا نقول فلان عالم سواء في علوم الدين أو في علوم الدنيا لعلم حادث خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا فهذا العلم حصلوه فيما بعد إذ كانوا فيه جهل كانوا جهال ثم علموا وربما فارقهم العلم ينسى أو يصاب بداء الخرف الزايمر كما يسمى الآن فعادوا إلى الجاهل فإذا فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم واختلف المعنى على ما رأيت ما بيناه واختلاف المعنى في الاراده الجديه ولذلك ليس هناك مجازيه ولا هناك اشتراك لفظي بان يكون هناك وضعان اذا اردنا ان نبين هذه النقطه الاخيره بتفصيل شويه اكثر الناس حينما يتكلمون الإنسان يضع الألفاظ للمعاني التي يألف تلك المعاني فإذا لم تكن معنى عند قوم إذا لم يكن هناك معنى عند قوم لا يضعون لفظ له لأن وضع اللفظ فرع وجود ذلك المعنى يتصور المعنى فيريد ينقل هذا المعنى اللي في ذهنه إلى ذهن المستمع ماذا يفعل؟ يضع لفظ فيذكر ذلك اللفظ لكي ينتقل المعنى الى ذهن المستمع، هسه اذا ذلك المعنى ليس موجود في ذهن اهل اللغه لا يضعون له لفظا ولا يستعملون له لفظا. لكن اذا حدث معنى هذا المعنى لم يكن موجودا حدث فهنا اذا هذا المعنى جاي من لغات اخرى يجي ذلك المعنى مع اسمه، لذلك الكلمات المعربة في اللغة العربية كثيرة حتى بعضها استعملت في القرآن الكريم مثل كلمة القرطاس. العرب كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون فما كان الورق عندهم هذا المعنى موجود لكي يضعوا له لفظا. لكن مصر كانت مركز الحضارة ومن لوازم الحضارة الكتابة ومن لوازم الكتابة وجود الورق فكان الورق باللغة القبطية يسمى قرطاس او قريب من هذا لأن الكلمة معربة لعله صاير فيها بعض التغيير فحينما جاء الورق إلى جزيرة العرب جاء المعنى مع اسمه وهكذا كلمات أخرى موجودة الآن نحن نشاهد مثلا عندما يصير اختراع. الاختراع عندما يُخترع واضع أو مُخترع ذلك الشيء يضع له اسم. حينما هذا الاختراع يجي إلى بلداننا يأتي باسمه. إلا إذا مثلا مجمع اللغة العربية أو المجاميع الأخرى تضع اسم جديد له ثم الإعلام يروج لذلك الاسم حتى يُنسخ الاسم القديم. مثل التليفون مثلا التليفون هذه كلمه انجليزيه لان المخترع التليفون كان كنديا وهم ينطقون باللغه الانجليزيه على الاغلب فاخترع هذا الجهاز ووضع له هذا الاسم ثم عندما جاء هذا الجهاز الى بلداننا جاء بمع باسمه تليفون بعد ذلك وضع له كلمه الهاتف والاستعم... الإعلام روج له إلى أن هذا هذه الكلمة أيضا شاعت في استعمال أهل اللغة زين الإنسان يضع الألفاظ على المعاني المألوفة عنده المحسوسة بالنسبة إلى وجود الله سبحانه وتعالى حقيقة الله فوق إدراك الإنسان الإنسان بعقله يعلم بوجود الله بعقله وفطرته كذلك يعلم بوجود الله ويعلم بأن الله منزه عن النقائص وله صفات الكمال هذا الإنسان بعقله وفطرته يدرك ذلك لكن حقيقة وجود الله مجهولة للإنسان لأنها فوق إدراك الإنسان إذن حينما يريد يبين هذا الانسان صفات الله سبحانه وتعالى الله يريد يبين لهذا الانسان مقدار من الحقيقه بمقدار ما يستوعبه هذا الانسان يستعمل نفس الالفاظ المتعارفه لا انه ياتي بألفاظ الغاز تكون على المجتمع ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. فناتي الى بحثنا حقيقه علم الله سبحانه وتعالى تختلف عن حقيقه علومنا. لكن علم الله المقدار الذي نتعقله ليس بجهل، هسه اذا كان بناء يوضع لعلم الله لفظ. اهل اللسان قبل الانبياء لم يكونوا يتعقلون ذلك المعنى. ولا يمكن أن لإنسان يتعقل ذلك المعنى فلذلك لم يضعوا لفظا له إذا النبي يجي يضع لفظا بالنسبة إلى هؤلاء تكون أشبه بالألغاز فلذلك استعمل نفس الألفاظ الله سبحانه وتعالى استعمل نفس الألفاظ والأنبياء استعملوا نفس الألفاظ لكن بيّنوا مقدار من الحقيقة بمقدار الذي يمكن للإنسان أن يدرك تلك الحقيقة لذا ليش القرآن بمتشابهات؟ من اسبابه هو هذه النقطة اسباب مختلفة بس من اسبابه هذه النقطة في بيان معاني الصفات هذا لا يمكن للانسان الا ان يكون بلسان القوم، وبلسان القوم الامر لافهام الناس بحاجة الى استعمال نفس الالفاظ المتعارفة بينهم، لذا انت عندما تشوف اسماء الله سبحانه وتعالى هي مشتقات من كلمات مستعملة في اللغة، الرحمن مشتقة من الرحمة الرحمه مستعمله في اللغه وكذلك سائر الاسامي فلذلك لافهام هؤلاء الحقائق استعملت نفس الالفاظ وبالاراده الاستعماليه تراد نفس ما يستعملونه لكن بالاراده الجديه لانه لفظ متشابه بالاراده الجديه النبي والائمه عليهم الصلاه والسلام وهم الراسخون في العلم بينوا المقصود طبعا هذا بالمقدار الذي نحن نستوعبه، والا معرفه الله سبحانه وتعالى معرفه لها درجات كثيره، ونحن كل واحد منا في درجه من تلك الدرجات، طبعا الدرجات الدنيا، والانبياء والائمه هم في الدرجات العليا، وهذه المعرفه ليست لها حد، لان الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود. فمعرفته ايضا ليست بمحدوده ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يفيض المعرفه على الرسول صلى الله عليه واله وعلى الائمه عليهم الصلاه والسلام فيزدادون علما باستمرار. ازدياد علمهم ليس في الاحكام الشرعيه لانه اليوم اكملت لكم دينكم الاحكام الشرعيه كامله. ليس علما في الحوادث والقضايا لان الله علمهم ما كان وما يكون وما هو كائن فما هو العلم الذي يزداد من الامور الذي ذكرها العلامه المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مراه العقول هو هذا ان علمهم بمعرفه الله سبحانه وتعالى او بتعبير ادق معرفتهم بالله سبحانه وتعالى هي في القمه ولكن هي قابله للزياده، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى غير محدود فمعرفته ايضا لا يكون لها حد يمكن الى الابد هذه المعرفه تكون في ازدياد وبشكل مستمر اذن الامام يقول فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم زيد عالم الله عالم واختلف المعنى على ما رايت يعني على ما بينته لك هذا بالنسبه الى العلم اما بالنسبه الى السمع والبصر ذكرنا في الحلقه الماضيه السمع عندنا بدخول الصوت امواج صوتيه في اذاننا وهذا المعنى مستحيل بالنسبه لله تعالى ان تقول الاصوات تدخل في ذات الله بصرنا عن طريق انتقال شعاع النور النور يصطدم بالاجسام ثم يرجع الى بصرنا فبصرنا يلتقط هذه الامواج الضوئيه فنرى الاشياء ولكن بدخول هذه الامواج في اعيننا وانتقالها عبر شبكه الاعصاب الى الدماغ وهذا شيء مستحيل ان نقول ان النور يدخل في ذات الله سبحانه وتعالى فرؤيه الله سبحانه وتعالى وسمعه ليست بنفس المعنى الذي في الانسان وانما بمعنى علمه بمعنى علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات بعلم هذا العلم أعظم من إدراكنا بالمسموعات والمبصرات عبر السمع وعبر البصر هذا توضيح إجمالي لهذا القسم من الحديث ثم بعد ذلك الإمام يذكر الفرق في معنى القائم بين الانسان والقائم في الله سبحانه وتعالى واللطيف والخبير والظاهر والباطن والقاهر وما الى ذلك ان شاء الله في الايام القادمه نتطرق الى هذا الموضوع وصلى الله على محمد واله الطاهرين